العم خويا حنا دابا حنا في هاد العماره كاين الواحد وكاين الجوج وكاين الثلاثه وكاين الاربعه وكاين الخمسه، هادو كلهم عندهم دي بالكون بحال بحال، ولكن مع المده ديال العنق طايح دابا تقريبا واحد 60 سنه ولا كانوا كيسكنوا اليهود، حنا جينا من مورا اليهود بوراو لي بالكون ياك، دخلوا من البوراج سكي فيه ولا مهددين بالسقوط. جات هاد الشركه، هاد الشركه اللي جات قالوا غادي يرمموا شويه، ما رمموش جابوا هاد الكوفراج، جابوا هاد الحديد هذا، هاد الحديد دابا تقريبا واحد المده ديال ربع سنين باش هو محطوط هنايا. دابا 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 حنا كنبغيو نحلوا غنشرجموا ومكالينا الحديد ما نقدروش نحلوا. يعني ما رمو ما حيدوش. ما رمموا ما صلحوا ما صوبوا، الحديد هو باقي تما كاين كيلعبوا فيها الدراري شي نهار يطيح لهم شي واحد من الفوق. وكنطلبوا اما يصلحوا لنا واما يديروا وين ما حيدوا الحديد، صافي هذا هو المشكل. هو خلونا حنا نصلحوا لي بالكون ديالنا ريوسنا حنا كاع. اللي عنده شي بالكون غادي يصلحوا، واحد خمسة بلوكات اللي فيهم هاد لي بالكون. انا ساكن في هاد العمارة وعندي بالكون بحال هذاك الشكل. وليدي غير لي هذاك لي باريير وتقريبا راه كيدونجيو الناس اللي في الحلال ولا، وانا عندي هذاك البالكون نورمالمون يحيدوه ماشي مشكل. من الساكنه ديال هذه العماره ماشي مشكل كتعانيو منه، هو كتخاف لي يطيح هذاك باكو على الناس. وعندنا مشكل هذاك لي باريير دابا الشارج ما كيتحلوش، كيتحلوش ما بيخرجش يتحلو. حابسينهم يدير لقاو شي حل، دابا غتخاف شي ربع سنين ما كاينش الحل ديالهم. واش حنا ربع سنين هادي والشرج مسدود، وانا ديك النهار تطلع الولد كيطلع ليا وتخلعت وانا بوحدي في الدار. هاد الشيء ماشي معقول، الا غادي يصلحوا يصلحوا ولا غادي يحيدوا يحيدوا، ماشي يديروا لنا حنا هاد العلاقه هكا. لا حام من جهه الله، ولينا حنا باركين في ديورنا ومخلوعين. يعني كيطلعوا بحال السلوم. باركين اولادي في ديورنا ومخلوعين. هادشي راه ضربنا بزاف، تلت سنين هادي ولا أربعة، عمر الشرج ما حليت ولا شتت الشمس، ولا واحد المرا مريضة عندي السكر. إوا إلا باغي يديروا معانا شي حاجة ولدي، يتفضلوا يديروها معانا. هذا اللي نقولوا، حيدوا لنا ولدي هادشي، شوف غير الشرج ما هو مسدود دابا أربع سنين هادي والشرج مسدود، ما نتنفسو عندي السكر. كنبغي غير نتنفس شويه ما نقدر، وما كنخرجش الدار كنخاف. الا عندك يدخل يا شي حد شوف ها الشرجم ها الدار، ها الشرجم ها الدار. الناس فهمتي راه كيطلعوا الناس في السلوم، فهمتي كيطلعوا الناس وكيطلعوا على الناس. سيرتو الوالده ديالي اللي عايشه بوحدها، السيده عايشه بوحدها فهمتي، وكيطلع شحال كيطلعوا الدراري هنا في السلوم. خطر هاد الشيء، كل سنين ركبتو وما درتو حتى شي فائده. اش من فائده؟ بغاو يصلحوا يصلحوا، ما بغاوش يصلحوا يديروا شي تاويل. هاد الحديد هذا حرام، والناس هنا كبار مسنين عايشين بوحدهم، تعود داخل على شفار من شرجم، وين الصيف كله سد على الشراجم مين تلصق؟ ما قادرش تحل، خايفه خايفه على دار دواء وشكا وما خلاو فين مشاو، حتى واحد ما دار لهم شي حل. دابا بغينا نديروا لهم شي حل، هاد الناس راه مضرورين بزاف. هذا هو اللي كنطالب.